ومحافظة عمان وتوقيع تفاهمات أولية مع الحكومة لتنفيذ المشروع بقيمة 450 مليون، وما هي جنسياتهم ومن هم ممثلينهم أو وكلائهم أو شركاء في الأردن؟ وهل حال صحة ذلك؟ متى سيتم مباشرة تنفيذ المشروع؟ صحيح أنا إلي ملاحظة على الحكومة إنه دائما الإجابات مكتوبة مش كاملة. جاوبوني على السؤال هذا، إنه في شركة البند الخامس، إنه في ثلاث شركات تقدمت في 2009، شركة تقدمت باستخدام شبكة سكة الحديد قطار خفيف، وأن النتيجة غير مجدية اقتصاديا، وأن الخيار الأمثل هو حافلات التردد السريع. في عام 2014 كانت نتيجة الدراسة أن الخيار الأمثل والمجدي اقتصاديا هو استخدام حافلة التردد السريع. هلا في شركة ثالثة 3Boris Limited عام 2018 حيث تقوم حاليا بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء خط سكة حديد قطار خفيف بين عمان والزرقاء. سؤالي هلا توقيع اتفاقية دراسة جدوى لمعالي الوزير، هلا سؤالي اتفاقية متى يتم الانتهاء من هذه الاتفاقية؟ وهل أخبرت الشركة التي تقدمت، لأن ما جاوبتهم من اسم الشركة الممثلة لهم تقدمت في دراسة جدوى، هل أخبرتهم أنه في قرار مجلس وزراء بدراسة جدوى لمشروع باص التردد السريع، والتمويل سيكون من سلطة الضمان الاجتماعي موازي، يعني خط دراسة لمشروع آخر موازي؟ لم يتقدم فيه لإقامة مشروع سكة الحديد، وكل ما قدم هو مذكرة تفاهم وليس اتفاقية، وليس عرض تمويل، وليس عرض استثمار لدراسة الجدوى الاقتصادية. وقدم أول تقرير من الشركة وكان عليه عدة ملاحظات فيها نقصان وعدم اهتمام، وتم إعادته لتصويب هذا الموضوع خلال شهرين أو ثلاث، وهي عبارة عن دراسة جدوى، ليست تمويل وليست استثمار ولا يوجد أي مشروع. وإذا أردنا أن نستثمر كما هو موجود في الاتفاقية المرفقة لسعادتك، سندى إلى قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وتحويله لهذه الوحدة بناء على دراسة جدوى. لا يوجد أي مستثمر تقدم لتمويل هذا المشروع ولا دراسة لوحدها. لم يتقدم أي مستثمر لإقامة مشروع سكة حديدية بين عمان وزرقاء. تفضل أصحاب السعادة. شكرا على الوزن عالي نائب رئيس الحكومة، تفضل. سيدي، تجاوبنا كثير من المسافرين يطلبوا ويقدموا الصراحة، لكن ما هكذا كلام الله. أي مشروع يعمل له دراسة، هل هو مجدي أو غير مجدي، ثم يطرح بعطاء، لكن إني أجيب شركة سيل وصال مباشرة واستثمر معها من هذا في النظام اللي بصير في مشروع بنقرر عليه، بندرسه في جدوى نطرحه، واللي بيعطينا افضل سعر يوزع على العطاء. غير هيك ما في مثال. الان بنعمل سكه الغور الصافي العقبه، المرحله الاولى قاعدين بنعمل دراسه مع شركات متخصصه. إذا ثبت بيجيني أنا لما كنت في البوتات بيجيني عشرات الشركات صينية وغير صينية، وكل بقول أنا بقدم المال وبقدم الخبرة وما بعرف إيش. أنا يا شاي وقهوة هذا مستهدف، كل وظائف تكون خلص الدراسة نطرح عطاء نقدم، وإذا أنت أرخص سعر وأحسن شروط فبنعطيك. غير هيك ما في، يعني كثير كلام بنسمع واحد سواء في الصحافه ولا في المواقع ما بيمشي ولا رايح يمشي الا الصحيح. شكرا معك.